السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن. درس الفتح اتكلمنا على موضوع اللي هو إيز أونلاين. عايزين بقى دلوقتي يعني نعرف احنا الدرس اللي فات قلنا ليه احنا الموضوع مختلف عن اللي احنا عم ناخد. بص يا جماعة، أنا عندي ال أخش على نفس الروم هنا بالنسبة لده وده، شايفين ده قاري إن هو في مستخدم واحد وده قاري إن في مستخدم واحد، رغم إن هم المفروض دلوقتي يديني في 2 مستخدم مش مستخدم واحد، تمام؟ طيب فنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ الكلام ده اصلا لان كل براوزر من دول ليه اوبجكت اسمه اللي هو هويز اونلاين اللي احنا عاملينه ده اوبجكت هنا اوبجكت وين اوبجكت، يعني هنا ده غير ده. طيب احنا عشان نظبط الكلام ده ونخليه تمام لازم نستخدم البوشر. لما نستخدم البوشر هيبقى اللي في المتصفح ده هو نفس اللي في المتصفح ده، فنقدر نقرا نفس القصه بالظبط. احنا الاول عايزين اوبتمايز الكود بتاعنا شويه بالنسبه للجزء ده. اولا انا عايز الري اللي انا ببوش فيها تبقى هنا الري اهي، وهتبقى this الري بوش على طول كده بالشكل ده. وهاجي هنا اقول له وانت بتشتغل is this dot messages، يعني احط لي النتيجه في الدوت مسجز بالشكل ده، تمام. وعايز الكلام ده طبعا مش عايزه في الريدي. تعال نقول ان في اوبشن قبليه اسمه created function، created ده بيشتغل قبل الريدي، فانا عايز الموضوع يبقى قبل الريدي لان بعد كده هبقى عايز اشغل ده اللي هو جيت اونلاين في ريدي، يعني لما ريدي خلاص شغال الجيت اونلاين، فانا عايز البايندنج يشتغل قبل الجزء ده. المهم طيب ده كان بالنسبه للجزء ده. طيب احنا عايزين برضو نوبتمايز الجزء بتاع الكود ده. طيب عايزين بس الاول اسمه ده نعمل هيلبر، والهيلبر ده هندخل فيه كود الفانكشن دي عشان نقدر نستخدمها في اي كنترولر عندي، عشان هستخدم طبعا الفانكشن دي هنا وهستخدمها طبعا في الرومز وهستخدمها في حاجات تانية كتير، فمحتاجها ان هي تبقى في هيلبر. ده اللي هنشوفه الدرس الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.